ما بعد تشرين تأتي ثورة بيضاء تفرش على الشوارع ورداً بألوان العلم، توحد اسم العراق. ما بعد الانسحاب تكتيك الفرصة الذهبية. ونحن اليوم في دقائق معدودة نقرأ معاً لسان حال العراق بصوت أبنائه. أهلاً بكم في العراق وقصص أخرى. تشرين لا تموت، ينسحب المتظاهرون لأجل العراق وحده لا غير. الكاظمي يجدد العزم، والانتخابات هي الحل. الرسالة الأولى والأخيرة: السرقات الوهمية تقتل العراق. تقول القصة أن رجلاً أراد زيارة شقيقته، فلما زارها برفقة زوجته وأم زوجته دخل بيت شقيقته فلم تجد ما تقدمه لهم غير كأسي عصير، فجلبت كأس ماء لأخيها وقالت له: أعلم أنك تحب السيفن أب. فهم الأخ القصة فقال لها: أنا أعشق السيفن أب. لكن حماته طلبت منه الكأس وقالت: أريد شرب السيفن أب. قال لها الأخ: سأتي لك بكأس من الداخل. فدخل المطبخ وكسر الوعاء متعمدا ليتحجج لها بأن هذا المشروب وقع على الأرض. عندما خرج الأخ من بيت شقيقته وضع في جيبها دراهم قليلة وقال لها: لا تنسي أن تجففي العصير لأنه يجلب النمل. وهكذا ستر الأخ على شقيقته. في العراق وجوه فساد تستر عليها وجوه لأجل السرقة وسلب حق العباد، فمن يأتي لنا بوجوه جديدة تحيي نبض الحقيقة وتستر عراقنا من خيبات عديدة. قادمون لأجل أن نكون، لأجل عراق بالنخل والورد وعطر الياسمين، لأجل عراق لا تباع فيه الأكفان بالمجان، لأجل عراق يعود فتعود الأمجاد. من يعزف لحنا للوطن، من يكتب حرفا للوطن، من يمسح دمعة أم، من يحن على طفل، هو العراقي الأصيل. يعزف الساهر لبلاده فترتب الكلمات سواسية خجولة أمام العلم. عمر الحضارة عمرنا ويقظة الزمان، نحن الذين جاهدوا ليرتقي الإنسان، فتعانى بسمائنا الإنجيل والقرآن، بعربنا بكردنا سريان تركمان هاشور من كلدان وسائر الأديان، خذنا جميعا ضمنا لصدرك الحنون. تشتاق الساحات لأصوات الحرية، يخرج الجمع مفعما بشوق كبير إلى العراق. تراهم بلون العلم يرفعون الراية، وكم يشتاق العراق لعلم موحد لا تدخل فيه ألوان الخراب. لكن المبادرين إلى إخلاء الساحات فتحوا الفرصة أمام كيان الدولة وفوتوا على الدخلاء ما يطمحون. بتاريخ 25 خرجوا يجددون الذكرى بمطالب لم تتحقق، وكانت الحكومة بالمرصاد لمن يشتت الجمعة فيعيد عقارب الساعة إلى الوراء. لا صوت يعلو فوق صوت الوطن هي الرسالة التي توحدت على الألسنة، طفى بها الشعب من كل أرض لأنهم يريدون وطن. لذا خرجت الجموع وأوصلت رسالتها، ثم جاء الانسحاب. ليس انسحابا عن المطالبة بالوطن، إنما لتفتح الطريق من جديد وتنظف الشوارع أملا باستقبال عيد عراقي يحيي بغداد العاصمة كما باقي المدن. في الأثناء ثمة أصوات تخرج بين الفينة والأخرى لإنصاف الحق المسلوب، لكن الفرصة اليوم تحت مجهر الحكومة لتحقيق المطلوب وإنجاز المخطط له. أمريكا وإيران نزاع وشقاق بينهما، عقاب من واشنطن لسفير طهران في بغداد. ترد طهران بعقاب سفير أمريكا في بغداد، لكن بغداد تعاقب من؟ تعود المهج للنطق بالسلام والحقوق، لكن الرصاص بالمرصاد. نعود للغة الرصد بالقتل والحبل على الجرار. رمي حي. في الجنوب إلى البصرة، بلاد الثراء والخير لكنها بلاد الفقر. في الشمال في كل مكان لا شيء غير الغضب، كله يقال.
ساحة رجعت رغم القمع ورغم الرمي رجعت الساحة وهاي الأبطال تبين الساحة غصبا عنهم هذا الرصاص الحي يرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برسالة قاسية على كل مخالف للقانون والأيام المقبلة حبلى بالخير هذا وعد مشروع يقول البعض أن الانتخابات هي المفر الوحيد إلى الخلاص من لعنة الفوضى فمن يرجح الانتخابات بديمقراطية بنزاهة بعيدة عن الفوضى نقول لشبابنا راقبوا صفوفكم وميزوا صفوفكم كي لا تقفوا في موقع واحد مع من يريد بالعراق وشعبه سوءا ومع من يريد تحطيم الدولة وتكسيرها ومنحها هدية أو سبية إلى الآخرين الاستثمار وجه العراق المشرق وفرصته الوحيدة اقتصاديا للعودة إلى جغرافيا الكون لكن هناك من يسرق البلاد ويطرد المستثمرين وحصريا في العراق العودة إلى زمن الجزية مقابل أراض وهمية كما يوثق موقع المونيتور بين عامي 2008 و2019 خوفاً من انتقام بعض المجاميع المسلحة وأصحاب السلاح المنفلت التي تنتهج أساليب فرض الدفع على المستثمرين الأجانب عرباً كانوا أو غرباً الأراضي الوهمية ليست على يد خارجين عن القانون أو بعض من يتقنعون لباس العشيرة والعشيرة منهم براء لكن اليوم حنتوش بنتوش جاءكم لينقش المنقوش حنتوش منتوش أبراكادابرا حنتوش منتوش ويمكن بعد فركوش حركوش وهذا العراق اليوم تسرق أرض بالوهم وأسماء الشياطين قطعة أرض في الناصرية يفوز بها حنتوش وما أكثر الحنتيش وترى حنتوش ابن بنتوش أبوه حنتوش يعلم تماما أن اسمه أو اسم ابنه ملفت للانتباه لكن وضع رجليه في الثلج ونام مستريحا فهو يدري أن الأوراق تكتب بالسرقات والأرض تباع في سوق النخاسة والوهم في الزرع والماء والكهرباء ياه يا عراق زمنك اليوم بحنتوش ابن منتوش طيب فلتكن السرقة باسم مهذب قليلا لهذه الدرجة الاستهزاء لهذه الدرجة الاستهزاء بتراب البلاد هذا قول السارق المحترم بعض السراق يتنمقون الكلام ويرفعون الكلام لكن العراقي ضائع حقه بين سحر ووهم وظلام أمريكا أم الديمقراطية لم نتعلم نحن منها شيئا مهما طال الجدال ومهما قيل ما قال وأن أمريكا فيها سفك دماء وقتال إلا أن الديمقراطية مشرعة وصناديق الاقتراع مشرعة ولا يوجد فيها حنتوش أو بنتوش النازحون كثر والخيام كثيرة والعراق على مفترق طرق خطيرة النازحون اليوم أطفال ونساء ينتظرهم الشتاء والبرد القارس في السماء والأرض كلها لغط وخطر أمام طريق عرجاء من يريد لهذه الطريق أن تستمر ومن يقطع على النازحين من يقطع على العراق هل يعود من في الخيام إلى بيوتهم ومسقط رؤوسهم؟ ليس غريبا في العراق أن تعيش غريبا وأنت في وطنك شاءت الأقدار أن يعيش العراقي غريبا رغم أنه في وطنه لكنها الخيام لعنة النزوح التي يغرق فيها حاليا نحو مليون عراقي في ظروف عيش قاسية قد يرسمها الأطفال ذكريات سوداء في يوم من الأيام مفوضية حقوق الإنسان في العراق تؤكد الرقم المذكور لكن الحكومة وضعت في قائمة أعمالها وعدا بإغلاق ملف النزوح في أسرع وقت ممكن طريق العودة محفوف بمخاطر يعلمها الصغير قبل الكبير فمعادلة الاستقرار المفقود على خريطة العراق هي لعبة وأداة إطالة أمد النزوح والوقوف في وجه الإعمار تحاول الجهود الأمنية والجهود الرسمية والجهود السياسية اليوم باسم الحكومة أن تنزع غبار الفوضى وأن تحدث اتزانا في العملية السياسية لكن المناشد والمطالب بلسانكم أنتم بلسان صوت الشعب أن تفتحوا الطريق لانتخابات حرة نزيهة فمن يحقق ثورة تشرين يذهب إلى الاقتراع لكي لا يفتح الباب
أمام بعض وجوه الأحزاب المتقنعة باسم العراق، لكنها تسرق البلاد ليلا نهارا علنا وجهارا. كل هذه التضحيات و 800 شهيد اللي طيناه وكل هاي المظاهرات، الآن صب غضبك في صندوق الاقتراع، الآن اطلع غير، بدل ما انت قاعد هنا تقطع ارزاق العالم ويدخلون مدسين ويضربون قوات الشرطة بالمتوف ويعتدون على البنك المركزي ويعتدون على الابنية حتى يسرقونها، تعال اذا انت متظاهر حقيقي روح جدد البيومتري مالتك وقرر مصيرك في شهر 6. وفي فقرة أبرز الوسوم الفاعلة على منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا على منصة تويتر في الحلقة الجديدة في الساحة العراقية اليوم بعض الوسوم الفاعلة، لكن هناك من الذباب الإلكتروني الكثير، ونحن لا نتقصد أن نبحث عن هذا الذباب، إنما نتناول التغريدات الهادفة أو التي تعكس آراء إيجابية بناءة بعيدا عن أي شتم أو عن أي شائعات أو صحافة صفراء. في منصة التواصل الاجتماعي تويتر كان هناك تغريدات تحمل وسوم متعددة، منها محافظة البصرة أو العراق أو بالعراق أو بغداد، لكن بعض التغريدات اخترناها لكم. ذا إيركي تيم يقول محافظة البصرة جانب من هدفات مسيرة لن نتراجع، ثوار البصرة مستمرون بالسلمية حتى مطلع النصر. أرفق هذه التغريدة بمقطع فيديو نشاهده معا. جانب من هدفات ثوار وأحرار البصرة 1/11/2020. الآن المسيرة متجهة للساحة، ساحة اعتصام البصرة. ثوار البصرة مستمرين بثورتهم السلمية. إذن كما شاهدنا هذا الفيديو كان مرفق بهذه التغريدة ويعكس جانبا من بعض التظاهرات في محافظة البصرة، والتي خرج البعض في العديد من المحافظات جموع تطالب بالحقوق، لكن هناك من يقول، وهذا لسان بعض الناشرين على منصات التواصل الاجتماعي، أنهم تعرضوا لإطلاق عيارات نارية. في تغريدة بتحمل اسم ترند الثورة، نحن لا نستسلم، ننتصر أو ننتصر، نحن من يخلدنا التاريخ بوسم ستعجزون ولن نعجز. وأيضا هذه التغريدة أتبعت بهذه الصورة، ستعجزون ولن نعجز، تحمل راية العراق، ومئات الألاف من المغردين رفعوا راية العراق لا راية غيرها، سواء في ساحة التحرير أو جسر الجمهورية والسنك ومحافظات ومثل البصرة وبابل. أيضا في تغريدة أخرى لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عندما غرد تعليقا على التظاهرات والشباب الذين خرجوا للمطالبة بالحقوق بسلمية، قال: شبابنا في ساحة التحرير ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام كامل، اليوم يؤكدون شموخهم الوطني بإبداء أقصى درجات التعاون لفتح الساحة أمام حركة السير وإعادة الحياة الطبيعية. الانتخابات الحرة النزيهة هي موعد التغيير القادم الذي بدأه الشباب بصدورهم العارية قبل عام، العراق لن ينسى شبابه. تغريدة رئيس الوزراء جاءت على الساحة التفاعلية للحديث عن الانسحاب من ساحة التحرير، وهي فرصة ومبادرة من الشباب لكي تتاح الفرصة أمام الحكومة، وأيضا تفوت على الدخلاء لمحاولة صناعة فوضى لا قدر الله. أيضا تغريدة لاسم يسمي نفسه على منصة تويتر مودي على المنصة: ما ملتقي بي أبد ولكن تعرفه، وحتى بعد استشهاده بفترة يلا عرفته، بس من خلال قراءتي لمنشوراته فكرت بها هواي وقريتها أكثر من مرة، وقسم منهن احفظتهن عندي، سمعت قصائده، شفت فيديوهاته، صار ملهمنا الأول، كل المتظاهرين بالعراق فخورين بصفاء، واني أولهم، صفاء السراي، واسم للشهيد
الذي شارك بتظاهرات تشرين العام الماضي وسقط بجملة الشهداء، وصل عددهم إلى ما يقارب 800 شهيد نزفوا أرواحهم. وكل منصات التواصل الاجتماعي اليوم تغرد تهتف باسم صفاء السراي وبكل الشهداء، وأن هذا الحق الذين خرجوا له خرج اليوم العراقيون ليطالبوا بوطن. شكرا لكم. في بعض القصص التي تروى يذرف الحزن على شكل دمع أسود، لكن بعضهم يكتم هذا الحزن ويكتم هذا الدمع فيموت قهرا. في العراق يزرع القهر على أرض جرداء يسرقها بعض من وجوهنا، لكن العراق شاهد على هذا الحال. أهل الخير والتمر والنخل، أهل الورد والياسمين، سلام إلى بلاد تريد أن ترفع العلم باسم مواطنيها بلسان حالهم إلى أن تزدهر. اليوم تعلمون أن الرواتب ستقطع، وربما إذا عادت ستمنع. فمن يريد للعراق خرابة؟ من يريد أن يعبث بالفوضى لغة تستمر ليستمر العراق في القاع؟ قبل الختام هذه رسالة عاجلة من أبناء الشعب المكلوم. قبل الختام هذا دخول إلى الشتاء، فمطر خير يرجوه العراقي من في الداخل ومن في الخارج. هذا نداء أخير عاجل إلى كل امرأة وإلى كل طفل وإلى كل رجل كبير في بيوتكم. اليوم تنتظرون رسالة باسم العراق، لا باسم بعض الألوان. اليوم راية العلم توحد الجميع، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا العراق لكم وأنتم أبناؤه، أحراركم ينتظرون صوتا لأجل الحق، لا ينتظرون كلاما مفتعلا لا يكتب إلا على الشاشات وعلى أوراق في الظلام، لا تكتب ولا تختفي إلا في المساء. أستودعكم الله.